أهلا بكم. تقول الإحصاءات الحكومية إن واحدا من بين خمسة عراقيين عاطل عن العمل، وحسب تقديرات للأمم المتحدة فإن نسبة العاطلين في العراق عن العمل بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و27 عاما تجاوزت حاجز 18%، وتعتبر فئة الخريجين الجامعيين الأكثر تضررا من البطالة، فمعظمهم لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل تتناسب مع شهاداتهم الجامعية. السوداني رئيس الحكومة الحالية اعترف أن العراق يفتقد للبرامج الحقيقية الناضجة والواضحة واضحة الأهداف في توظيف طاقات الشباب العراقي بالاتجاه الصحيح. وأضاف السوداني في المؤتمر الذي أقامته حكومته لحوار الشباب أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بالشباب العراقي لدفعهم للدخول كمستثمرين ومبتكرين للأفكار، ومنها مبادرة ريادة على حد قوله. واقع الشباب العراقي والتحديات التي تعترض طريقه في الحاضر والمستقبل هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: ما الذي أوصل شباب العراق إلى هذا الواقع المؤلم من التيه والضياع وانعدام الأمل في الحاضر والمستقبل؟ وكيف شوهت حقبة الغزو الأمريكي وعمليته السياسية الطائفية الفاسدة أحلام وطموحات الشباب العراقي؟ وكيف حطمت الحروب المتتالية فرص الشباب العراقي في بناء مستقبلهم والنهوض ببلدهم، وعطلت مشاريع التطوير والارتقاء الحقيقية؟ ولماذا تحول الشباب العراق إلى فرائس سهلة للمخدرات ومافيات الجريمة المنظمة والبطالة وضياع الحاضر والمستقبل؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، عبد الستار ناجي. ولدوا وبلدهم محتل بلا سيادة، وعاشوا طفولتهم على وقع الانفجارات اليومية والخطف والقتل، حتى كبروا ووجدوا مستقبلهم معدوم الآفاق في بلدهم العراق. هذا هو حال الشباب العراقي بعد عقدين من الاحتلال الأمريكي والإيراني وما نتج عنه من مشروع سياسي فاشل. هؤلاء الشباب هم من يقصدهم السوداني بمبادرة الريادة والتنمية التي أطلقها، ولعل الحديث عن هذه المبادرة أكثر مناسبة تزامناً مع اليوم الدولي للشباب الذي تحتفي به الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أهمية هذه الفئة العمرية ودورها في بناء الدول والارتقاء بها. فعن أي ريادة يتحدث السوداني، وبأي وسيلة سيقنع الشباب بجدية مبادرته وهو يرأس حكومة شكلتها قوى أوغلت في حياة الشباب تدميرا وإفقارا وتجهيلا وتغريبا؟ فإذا كان الحديث عن البطالة، فإن العراق احتل مركزا عالميا متقدما في بطالة الشباب، ولا سيما الخريجون الذين يقفون في طوابير الباحثين عن أي عمل دون جدوى. وحينما يكون الحديث عن الفقر، فسيجده السوداني ماثلاً في الأحياء الفقيرة والعشوائيات في بغداد وغيرها من المحافظات. وحبذا لو يسأل السوداني الشباب عن ظاهرة الانتحار المتفاقمة في صفوفهم، ما هي أسبابها ودوافعها؟ سيجد الجواب في حالة اليأس التي وصلوا إليها وهروبهم من واقعهم إلى ارتياد مقاهي الضياع وتعاطي المخدرات التي تتاجر بها الميليشيات. فلم يعد عند الشباب العراقي سوى خيارين: إما الهجرة من البلاد بحثا عن العمل، أو الانضواء في صفوف الميليشيات والقتال بأجور محددة. وحينما رفض كثير من الشباب العراقي هذين الخيارين، قرروا سلك الطريق الوطني، طريق الثورة على الظلم والفساد، فجوبه بآلة قمعية قتلت منهم أكثر من 1200 متظاهر في ثورة تشرين، عدا عن الجرحى والمعتقلين الذين بلغوا الآلاف. أهم مبادرة يمكن أن يقدمها السوداني وغيره للشباب هي ترك العمل السياسي وإعطاء الشباب الحق في بناء نظام وطني يليق بعراقة بلدهم وتاريخه. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في واقع الشباب العراقي والتحديات والصعاب التي تعترض
الشباب في العراق في حاضرهم ومستقبلهم. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، وسيكون معنا أيضا من بغداد الشاب العراقي عبد الستار ناجي وهو يحمل ماجستير في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا دكتور رافع. الحقيقة تحدث السوداني رئيس الحكومة في المؤتمر الوطني سماه لحوار الشباب، ويبدو أن الحديث في وادي وواقع الشباب في وادي آخر يعني تماما. ما الذي أوصل شباب العراق إلى هذه النقطة المؤلمة من واقع مزري، من ضياع، بطالة، تيه، لا مستقبل، لا حاضر، لا أفق، والكل يفكر بالهجرة وترك البلد؟ ما الذي أوصلهم إلى هذه النقطة المؤلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيوفك الكرام. حقيقة واحدة من النقاط الإيجابية التي يمكن التكلم عنها وأنت تتحدث عن العراق، أنه في العراق الآن نسبة 60 إلى 65% من الشباب الشعب العراقي، وهذا يعتبر واحدة من النقاط المهمة لدى كل شعوب الدنيا. يعني الشعب الذي يكون به يعني النسبة الأكبر من الشباب، هذه يعني حالة إيجابية وحالة نهوض وحالة يمكن توقع أفضل النتائج منها. لكن في العراق الحقيقة ليس هناك من توقع جيد، هناك واقع مؤلم وبائس جدا. في تقريركم استمعت إلى الحديث عن البطالة وغالبية الشباب لدينا عاطلا عن العمل. لذلك عندما تقارن بين الحديث الذي يتحدث به محمد شياع السوداني للشباب وحوار الشباب، أول فقرة ربما هي فقرة واحدة من مجمل فقرات كثيرة في حياة العراقيين وفي حياة الشباب بالذات، حياة الفئة الأكبر من الشعب العراقي اللي هم 60 إلى 65% من الشباب، هي البطالة. قرأت تقرير لمنظمة العمل الدولية الشهر الماضي، الشهر السادس والشهر السابع. في الشهر السادس كان العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً، يعني أشدد على هذه، الشهر السادس العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في عدد العاطلين عن العمل. في الشهر السابع الذي مضى العراق يحتل المرتبة الثالثة عالمياً في عدد العاطلين عن العمل. عندما تقارن تعرف هذه النتيجة، ستعرف في أي حال بائس يعيشه العراق، بلد بكل هذه الإمكانيات، موازناته السنوية أكثر من 100 مليار، وفيه قوة شبابية طاقة هائلة أكثر من 60-65% من الشباب، وهو ثالث بلد في عدد العاطلين بالعالم على مستوى 190 دولة، هو ثالث بلد بالعالم. هذه كارثة كبيرة الحقيقة، وغالبية عندما تفكر في العمل أنت تفكر مباشرة بالشباب، لأن من يقومون بالعمل غالبية العظمى هم من الشباب. القوة الأكبر في العمل في كل الدول، في كل دول الدنيا هم الشباب. أما الكبار فهم أصحاب الخبرة الذين يشرفون، الذين يساعدون، الذين يعطون الخبرة، لكن القوى العاملة الفعلية التي تحقق المنجزات هي الشباب. في كل هذه البيئة، أنت تسألني عن البيئة، ما الذي أوصل الشباب لهذا المستوى؟ عندما يكون التعليم في أسوأ حالاته، عندما تكون الخدمات في أسوأ حالاته، عندما يكون المجتمع ممزق مخرب، عندما لا يكون هناك اهتمام بالشباب، عندما يكون البلد مجرد مستورد لكل شيء، بلد متكل على غيره في أكله وفي تصنيع كل شيء، وكل شيء يأخذه بالاستيراد، بلد مستهلك، الشباب ليس لهم مستقبل. عندما تكون فرص العمل غير موجودة، عندما يكون التعليم يعني لا قيمة له. عندما ننظر إلى التعليم الآن، كثير منهم خريجين كليات، عندما ينظر أنه أكمل كليته ويذهب إلى الرصيف ليقف في طابور العاطلين عن العمل، أو مثل ما أشار إليه تقريركم الكريم، يذهب إلى الهجرة ويذهب يعني إلى طريق آخر. وفي العراق ذهبوا إلى المخدرات، ذهبوا إلى اليوم دكتور تصريح لمسؤول حكومي عن 100,000 شهادة قادمة من إيران، الناس الطلاب يعني قاعدين ببيوتهم وتعطى لهم شهادات. نعم، يقول 85,000 شهادة منها هي لناس نايمين في بيوتهم. هذه واحدة من الكوارث. هذا يشجع الكثير في الإحباط، يشجعهم على الإحباط من الذين يدرسون، لأنه يتوقع ماذا سأحصل بعد أن أتخرج من الكلية،
هل سأذهب إلى طابور العاطلين عن العمل؟ هل سأذهب إلى الشارع؟ هل سأذهب إلى المخدرات؟ وكل الإحصائيات الآن، كل الاستبيانات، حتى الاستبيانات الدولية للشباب العراقي، واحدة من النقاط المهمة والمأساوية في حياة العراقيين، أنه واحدة من أكثر النقاط التي يشددون عليها الهجرة إلى الخارج. نعم. ماذا يتمنى؟ يتمنى الهجرة إلى الخارج. لذلك الآن سجلات الأمم المتحدة بعد 20 سنة ما قالوا عنه الديمقراطية والحرية الجديدة والعراق الجديد، بعد 20 سنة العراق يحتل البلد الثالث بالعالم من حيث أعداد المهاجرين الذين يطلبون هجرة. هذه الأمم المتحدة بشهادة الأمم المتحدة، هذه كارثة تدلل على أنه البلد نعم أصابته كارثة كبيرة وخراب كبير، والشباب هم من يدفعون أولاً الضحية الأكبر. نعم. مساء الخير دكتور قحطان. مساء الخيرات والبركات أخي العزيز. دكتور، الحقيقة السوداني أنحى باللائمة أو جزء من المسؤولية ألقاها على الشباب أنفسهم، أن هؤلاء الشباب يتطلعون فقط إلى القطاع الحكومي، إلى الوظيفة الحكومية، رهانهم على القطاع الحكومي، على الوظيفة الحكومية، وهم عازفون أو كسالى عن الابتكار والقطاع الخاص وما إلى ذلك. وأيضا تحدث عن أنظمة بيروقراطية موروثة من النظام السابق ساهمت في هذا الواقع المزري أو المؤلم أو المؤذي للشباب في العراق. برأيك مثل هذا التشخيص دقيق موضوعي؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز وبالضيف والقناة والمشاهدين الكرام. هلا دكتور. ما دام بدأنا في تصريح إلى رئيس الوزراء، نثبت نقطتين أساسيتين. أولا، نحن لا نتحدث بحديثنا قاصدين رئيس الوزراء شخصيا، بل نتحدث عن عملية سياسية كاملة أوصلت الأمر إلى هذا الحال القائم. اثنين، نحن نسعى إلى أن نجد آلية صحيحة علمية للنهوض بالشباب بشكل عام، سواء كنا في موقعنا هذا أو الموقع الآخر. عودة إلى سؤالك أستاذ العزيز، أعتقد أن التصريح أو هكذا تصريح جانب الحق أو جانب الحالة التي ينبغي أن تقال بشكل كبير، جانبها الأسباب التالية. بدءا أن الشباب أو أي شخص يسعى إلى عمل، بالتأكيد هو يسعى إلى الحالة التي يرى فيها مجالا للعمل والمجال للمكسب الأفضل. إذا وجد الإنسان أن المجال العام للعمل في القطاع الخاص أكثر منفعة من الجانب الحكومي، 100% سيذهب المواطن إلى الجانب الخاص ويترك الجانب الحكومي، كما حصل في الأيام الأخيرة للنظام السابق عندما كانت الرواتب متدنية جدا والعمل في الخارج موجود. اثنين، إذا لم يكن هناك حالة أو حالتان أمام الشاب، كيف يكون له أن يفاضل بين الحالتين؟ فليس أمامه حالة أخرى وهي العمل الخاص لكي نراه أو نقول عنه أنه يترك العمل الخاص ويتجه إلى الجانب الحكومي. إذن المقاربة أو الذي ذهب إليها الأخ السوداني لم تكن دقيقة علمية منطقية. الحقيقة أن الشاب لجأ أو يلجأ إلى الجانب الحكومي الآن لظهورة معينة فرضتها العملية السياسية، أنهت أي مجال لأي عمل خاص خارج نطاق الدولة. اثنين، أنهت الصناعة، أنهت الزراعة، أنهت الشيء الآخر، حالات الواسطة والرشا وكذا متسيدة في الوضع العام للعمل، وبالتالي يلجأ المواطن إلى هذا الاتجاه إن كان صحيحاً لجوءه لهذا السبب، هو لأن الحكومات المتعاقبة هي التي دفعت المواطن العراقي للجوء إلى هذه الحالة. أما أن يكون هناك شاب له خيار بين حالتين، يمكن أن يعاب عليه أو يلام بشكل. الشاب العراقي لا يلام بالمرة. لماذا؟ لأنه وضع في وضع الشاب، نتحدث الآن عن الشاب اللي عمره بال20 سنة، وال20 سنة يعني ولد مع الاحتلال، إذا لا علاقة له بالنظام السابق نهائيا، كل ظروفه هي نتيجة إلى بعد الاحتلال. إذا ما وصلت إليه العملية السياسية وأوصلت المجتمع العراقي هي التي جعلت الشاب يفكر بالهجرة، يفكر بالعمل فقط في الحكومة عسى أن يحصل على عمل إيجابي. الشيء الآخر المهم الذي أتمنى أن السودان يسمع أو غيره، أن هناك علاقة تكاملية ارتدادية ما بين الحاضر والمستقبل. هذه الحالة تجلى بالشكل التالي، هذا علميا، إن كان الحاضر إيجابيا والمستقبل غامض
فارتداد المستقبل الغامض السيء يرتد على الحاضر فيسوء التوجه. وإذا كان الحاضر سيئاً والمستقبل فيه أمل واضح تتعدل أمور الحاضر وتنعكس إيجابياً الإيجابية في المستقبل على الحاضر السيء. المشكلة أمام الشعب العراقي لا حاضر جيد ولا مستقبل مضمون، وبالتالي أكيد هو يكون في عاجز عن أن يفكر، لا يجد له إلا أما يهاجر عساه أن يحصل على عمل أو أن يعمل في الجانب الحكومي. وللأسف الشديد الجانب الحكومي الآن بات يعني الرشا والعلاقات الشخصية والاكتساب على حساب الحقوق والعمل العام، كما هو معروف أنه أي تعيين لا يتم إلا برشا ولاءات حزبية. ولاءات حزبية. أشكرك دكتور. نتحول إلى بغداد لنرحب بضيفنا من هناك عبد الستار ناجي، وهو شاب عراقي يحمل ماجستير علاقات دولية أيضا بدون يعني عمل لا حكومي ولا خاص في بغداد. مساء الخير عبد الستار. مساء الخير، تحية لك ولضيوفك الكرام وأستاذ المشاهدين. أهلا وسهلا. السوداني أقام مؤتمر حكومة السوداني للحوار مع الشباب، سماه الحوار الوطني للحوار مع الشباب، وتحدث طبعا عن مبادرات لدعم الشباب، الابتكار والإبداع وما وغير ذلك. هل تعتقد أن المرحلة القادمة بعد هذا المؤتمر سيطرأ تغيير ما إيجابي على واقع الشباب، أو أن هناك مؤشرات علنية حقيقية لحكومة السوداني للتعاطي مع هذه الفئة الحيوية والاستراتيجية للعراق ومجتمعه؟ يعني في الحقيقة حكومة السوداني لا تختلف عن سابقاتها من حيث الوعود، من حيث البرامج، لا يمكن الوثوق بهذه التصريحات الإعلامية ما لم يكن هناك طبعا تنفيذ على أرض الواقع، ما لم يكن هناك فعلا. الحكومات يعني في مجملها فشلت في احتواء الشباب والشابات من الخريجين، لم توفر فرص العمل للمتعلمين وغير المتعلمين، مع العلم أن كان ممكن هناك تكون فرص موجودة لاستخدام يعني الشركات الاستثمارية خصوصا في القطاع الخاص، كان ممكن يعني توفر نسبة من هذه فرص العمل للعراقيين بدلا من الأيادي العاملة الأجنبية. بحسب الإحصاءات يعني الإحصائيات وزارة التخطيط هناك 5 ملايين عراقي عاطل عن العمل، وأظن هاي يعني الإحصائية غير دقيقة بالمرة لأنها اعتمدت على نسبة الخريجين الذين لم يحصلوا على وظيفة، ونحن نعلم أن هناك الملايين الذين لم يحصلوا على تعليم بالأساس. يعني بالعودة للسوداني والمؤتمر الوطني لحوار الشباب، يعني الرجل قال أن هناك يعني 60% من الشعب العراقي هم دون 25 عاما، وأن هاي الطاقات الشبابية يجب استثمارها، ولكن هل السيد السوداني وفر البرامج المناسبة لتوظيف هاي الطاقات؟ على سبيل المثال هو ذكر كما ذكرت يعني في أول الحلقة عن مبادرة ريادة. هاي المبادرة اللي أطلقها في شهر آذار الماضي تتضمن يمكن تدريبات ويعني عن كيفية إدارة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وطريقة تأسيس هذه المشاريع. ورغم هذه الشروط اللي وضعها الكثير السوداني يعني في من أجل الـ يعني الحصول أو يعني من أجل شمول الشخص المتقدم في هذه المبادرة، 182,000 شخص قدموا عبر النظام الإلكتروني طبعا هذه المبادرة. بلغ عدد المشمولين بحسب يعني إحصائي بحسب بيان رئاسة الوزراء في شهر تموز الماضي بلغ 2640 شخص فقط. يعني الإنجاز الحكومي اللي اتطرق له السوداني في المؤتمر، مؤتمر الوطني لحوار الشباب، هو يعني إنجازه هو شمول 1.4% فقط من عدد المقدمين على هذه المبادرة اللي شملت التدريب وليس التوظيف. يعني وقف على ذلك. طبعا السيد السوداني تعهد بالكثير خلال فترة حكمه يعني كحل أزمات كثيرة كأزمة الدولار، توفير الخدمات الأساسية، توفير الوظائف، يعني وظلت هذه الوعود حبرا على ورق. فلا أظن أن إقامة مؤتمر دعائي إن صح التعبير سيغير من واقع الشعب العراقي إلى الأفضل، لأن عوامل الفشل المحيطة بهذه الحكومة هي كانت طبعا محيطة بالحكومات السابقة، وللأسف هذه العوامل ما زالت موجودة، لذلك يعني النتيجة ستكون نعم. يعني معروفة على ذكر يعني الحكومات السابقة إلى أسوأ. عبد الستار، الحقيقة السوداني أيضا في المؤتمر حذر مما سماه انجراف الشباب نحو تشوهات فكرية ولجوء إلى المخدرات وغيرها. برأيك إلى أي مدى تتحمل الحكومات بعد عام 2003 دفع الشباب إلى هذه ما سماها انحرافات الفكرية أو اللجوء إلى المخدرات أو بقية السلبيات التي الآن تعتري الكثير من سلوك الشباب في العراق؟ أي مسؤولية تتحمل الحكومات ومن حكومة السوداني؟ طبعا هو الحكومات بصفة عامة وحكومة السودان يعني بما هي حاليا
يعني السودان هو اللي تقلد منصب رئاسة الوزراء، هو المسؤول الأول عن هذا الموضوع. يعني الأعداد الكبيرة والمليونية من العاطلين عن العمل يعني لم تكلف الدولة خسائر كبيرة فقط بسبب خروجهم عن سوق العمل. يعني نعرف أن هذه الشريحة، شريحة الشباب، هي الأكثر عرضة لمخاطر المشاكل الاجتماعية. تحذيرات السودانية صحيحة يعني في محل، ولكن يعني هو ما تطرق للأسباب اللي تخلي الشباب يذهب بهذا الاتجاه. عدم الإحساس الشاب العراقي بوجود مقومات الحياة الأساسية. للأسف البعض يحاول الهرب من الواقع باللجوء للمخدرات أو باختيار رحلة يعني قوارب الموت باتجاه دول صالحة للعيش، يعني كما يراها تحترم حقوق الأساسية، تحترم فرص التوظيف. إلى يعني هذا اليوم للأسف الهجرة أصبحت هاجر لدى معظم الشباب العراقيين. يعني احنا كشباب اتبعنا السبل القانونية والسبل الدستورية للحصول على الوظائف بعد سنوات طويلة وسنوات شاقة من الدراسة في الجامعات. الحكومة العراقية جاهلت مطالبنا، جاهلت تظاهراتنا. على الضفة الأخرى هناك طبعا زيادة في العمالة الأجنبية، طبعا هناك طبعا أكيد سيطرة الأحزاب على قرارات التوظيف. فهذه العوامل جميعها فاقمت من معاناة الشباب. تجاهل الحكومة المعدلات البطالة، يعني أنا أشوف أنها عبارة عن قنبلة موقوتة، خاصة مع ارتفاع المعدل النمو السكاني والأعداد الخريجين الهائلة. لو حسب الإحصائيات الأخيرة أن هناك 170 ألف شخص يتخرج بشكل سنوي، هاي الأرقام طبعا تضاف إلى جيش كامل من العاطلين عن العمل. هذا السبب احنا نشوف يعني تظاهرات مستمرة. يعني رغم هاي التعهدات السوداني، يعني إقامة مؤتمرات وإطلاق تصريحات لن يغير شيئا من واقع العراقيين. نعم كما ذكر السوداني، العراق يمتلك قوة شابة ضخمة، لكن بسبب وجود أو سبب وجود يعني الأحزاب الفاسدة، هذه القوة تحولت إلى قوة خاملة، قوة مستهلكة بسبب طبعا عدم استغلالها، يعني حالاً حتى محاربتها. لذلك نرى هناك يعني هجرة كفاءات وطردها من العراق. وللأسف يعني هو ذكر المخدرات، يعني من ضمن سبب هذه الظروف، هذه الطاقات أيضا تحولت إلى قنابل تهدد المجتمع عبر اللجوء للمخدرات أو حتى ارتكاب جرائم القتل المتزايدة اللي يعني نشوفها في هذه الأيام الأخيرة. شكرا لعبد الستار ناجي، وهو شاب من بغداد يحمل ماجستير في العلاقات الدولية. شكرا جزيلا دكتور رافع. شكرا. كيف ساهمت حقبة الاحتلال بالذات والعملية السياسية الطائفية وهذا الفساد والتردي العام في العراق في وأد أحلام الشباب وقتل طموحاتهم وإيصالهم إلى مرحلة من الإحباط واليأس وانعدام الأمل؟ والحقيقة أستاذ ماجد، ربما ننطلق من حديث اللي حضرتك أشرت إليه، إلى أن محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء الحالي يحمل الشباب مسؤولية ما حصل. نعم. ويقول أنه يعني هم بالاتكالية أنه يتطلعون للوظيفة الحكومية فقط. نعم. هذه واحد من أسباب التي جعلت الشباب يحبط، لأنه حقيقة الحال عندما تجرف الصناعة، تجرف الزراعة، تجرف التجارة، تجرف أي فرصة للعمل، لا تخلق بيئة ومناخ مناسبين وأرضية مناسبة للعمل، سيتجه الشاب إلى هذه الوظائف. عندما تقوم هذه الأحزاب بتوظيف كل جماعاتهم وتوظيف من يحتاج إلى الوظيفة لكي يكون تابعاً لهم، ويصير عدد الموظفين 7 ملايين موظف، هذه كارثة كبيرة. الكل بلا عمل، الكل لا ينتج شيئاً. وكل سنة أنت يعني مثل ما أشار ضيفك قبل قليل، قال أنه 170 ألف خريج كلية سنوياً، يعني هو من 170 إلى 200 ألف خريج سنوياً مع الكليات الأهلية، إضافة إلى المتسربين وخريجين الثانوية وأصحاب المهن الفنية وكذا. فأنت لديك 700 ألف عراقي يدخل سوق العمل سنوياً، أكثر من 700 ألف. هؤلاء نسبة أقل من 0.5% يحصل على وظيفة، يحصل على وظيفة في هذا المجال. عندما كان العراق فيه صناعة وفيه زراعة، بغض النظر عن شكل النظام، لكن هكذا كان العراق، فيه صناعة، فيه تجارة، فيه زراعة، الناس تتجه إلى كل هذه. عندما الفلاح يترك أرضه لأنه لا أحد يساعده ويتجه إلى المدن لكي يعمل، هذا ضغط على 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 يعني قوى العمل أيضا، قوى البطالة أيضا جزء من عندها. عندما تكون لديك بيئة مشوهة غير قادرة على احتوائك، أنت تحتاج يعني حتى إذا شجعوا الشاب على القيام بأي مشروع لإنتاج أي شيء، إذا كان البلد مفتوح بالاستيراد
والبضاعة تأتي من الخارج وخاصة من إيران وهي رخيصة، مهما أنتج مهما كانت إنتاجه وطبيعة إنتاجه سيكون سعرها وكلفتها أعلى من المستورد. لذلك يعني حتى الذين يزرعون الآن يزرعون، نأخذها ببساطة، الطماطة والخيار وهذه الآن يعانون عندما ينزلون هذه البضاعة إلى الأسواق. دكتور، منك والمشاهد الكرام دكتور قحطان، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، تبحث في واقع الشباب العراقي والتحديات والصعاب التي تعترض طريق الشباب في الحاضر والمستقبل. ضيوف طاولة رافع الفلاحي، قحطان الخفاجي، عبد الستار ناجي. دكتور، استكمال لنقطة ما قبل الفاصل، أردت أن أقول أنه لا، هنا ليس هناك حماية للمنتج العراقي. المنتج العراقي سواء كان القطاع الخاص القطاع العام، ما في منتج، يعني ما موجود. حتى إذا كان هناك منتج من الشباب من القطاع الخاص، ليس هناك حماية، يعني ليس هناك دعم، ليس هناك قدرة على دعمه لكي ينافس البضاعة الموجودة في السوق. هذه معدومة. لذلك إنتاجه هو من البداية خسران ولن يعيد عليه شيء. إضافة إلى هذا أن كل قطاعات العمل موجودة، كل ساحات العمل هي مملوكة لقوى ومافيات وعصابات، يجب أن تدفع عتاوات. أنت الآن تقعد في بسطية على الشارع، يجب أن تدفع ما يحميك، تدفع الأتاوة. الآن على الشارع يشتغلون في سيارات للحمل شباب، يدفعون أتاوات لنقاط السيطرة. هذا واقع حال، هذا الذي فيه الشباب. فبالتالي الشاب وعندما يجد أنه لا قيمة للشهادة، لا قيمة لا معنوية ولا مادية للشهادة التي يحصل عليها، ما قيمتها إذا كانت الشهادات المزورة والكثيرين ما عندهم شهادات في أعلى المناصب ويحصلون على أموال كبيرة ولديهم قصور ولديهم يعني سيارات فارهة ولديهم السفر إلى الخارج، وهو يحصل على شهادة عليا ولا يجد فرصة للعمل. قيمة الشهادة غير محترمة بالمجتمع. هكذا عندما نعرف جميعا أنه 9 ملايين أمي الآن في العراق، هؤلاء مين يعني الأميين؟ هؤلاء غالبيتهم من الشباب، هذه واحدة من الكوارث. غالبيتهم من الشباب هؤلاء الذين يعني في إطار الأمية الذي نتحدث عنها، ليس كبار السن وليس، لكن نتحدث عن جيل كامل يحاولون أن تجهيله. فبالتالي هذا كلها عوامل خلقت بيئة طاردة للشباب، غير مرحبة بالشباب، بقوة الشباب. ثانيا وهو المهم، حتى لو الشاب أراد أن يعمل تحت مظلة هذه الأحزاب، فيجب أن يعمل بشروطها، يعمل بشروط العملية السياسية وليس خارجها. لأنه من أرادوا أن يعملوا خارج شروط العملية السياسية في ثورة تشرين، واجهوهم بالرصاص وقتلوا منهم أكثر من 1,000 وجرحوا 30,000. هذه الشاب كلها متكونة، هذه الصورة أمام عينه لكي يرسم الصورة الحقيقية للشاب في العراق. لذلك عندما تتحدث بالإسخار وتقول إنه الشباب سيقودون العراق، العراقيين يضحكون على هذا الكلام، لأنه هذا مو حقيقي، هذا كلام للتخدير. لأنه هؤلاء الذين طلعوا في الثورة
كبيرة لم يساندهم أحد، ولم تساندهم لا الأمم المتحدة ولا العالم، تركوهم يعني تحت أيدي الظلام القتلة الميليشيات قتلوهم. فبالتالي هذه أحلام الشباب تقتل بهذا الشكل وتصادر بهذا الشكل. دكتور قحطان، أيضا الحقيقة السوداني في المؤتمر أتى على ذكر ما سماها الحروب العبثية للنظام السابق، وكيف حطمت أحلام وآمال وخطط الشباب في بناء مستقبلهم، في المساهمة في بناء يعني وطنهم وتعطيل مشاريع التطوير والارتقاء. والسؤال، هل حقبة ما بعد 2003 بريئة من الحروب العبثية التي أيضا أجهزت أو ربما سددت طلقة أخيرة للشباب؟ هذه معضلة أو مشكلة يعيشها الأحزاب السياسية رجال السلطة في هذه المرحلة، وكل شيء يلقونه على الوضع السابق 2003. نحن الآن لا نتحدث عن وضع 2003 الذي يشار إلى في دلالات كثيرة على التقدم على المستوى العلمي، على المستوى الصحي، على المستوى كذا. والحروب بذاتها جينا لها لوجدنا أن هناك حروب في العراق بعد 2003 الكلمة العبثية قليلة في حقها، إذ هذه الحروب في غالبيتها ما بين أصحاب العقيدة الضيقة الواحدة، بمعنى أن الخندق المذهبي الطائف الضيق هو في ذاته يملك تقاطعات وحروب فيما بينه، رغم أنه ينتمي إلى عقيدة واحدة. فأي حالة من التردي في العلاقات البينية بين الترتيب العراقي العراقية في ظل هكذا الصورة، شيء آخر داعش الكفر والضلالة والانحراف، من أتى به؟ ألم تأتي به الترتيبة الخاطئة المذهبية الطائفية التي حكمت العملية السياسية وبدأت تنظر إلى المناطق العراقية من منظار طائفي مذهبي وإقصاء واستبعاد وتهميش وكذا، انعكس سلبيا على حالة من الرفض الشعبي للصيغة القائمة سياسيا. ثم عملية محاربة داعش التي جاءت بها بإذن الله جهات مختلفة، هل تبعها حالة تتجاوز به الحكومة أسباب التي دعت إلى التقاطعات الطائفية المذهبية، أم أنها مارست سلوكيات أخرى تدل على المذهبية والطائفية والخندقية والهامشية والتهميش؟ إذن هم صنعوا أسبابا مستدامة للحروب العبثية بشكل أو بآخر. كلمة الحروب العبثية إن كانت قد جاءت لدل على حالة حرب معينة، فأعتقد معظم المعارك التي مر بها العراق حتى أيام الاحتلال البريطاني كان هناك عمل وكان هناك بناء وكان هناك تقدم وهناك زراعة. الآن الحكومة العراقية الآن مدعمة من قبل أمريكا، ومدعمة من الجهات الأوروبية، ومدعمة من إيران، ومدعمة من دول طرف خليجية كثيرة. طيب لماذا لا تعمل هذه المجاميع على إنهاض الشباب وتقديم الشباب؟ لا يلقون أخطائهم وتجاوزاتهم وأخفاقاتهم على الحالة السابقة، عليهم أن يكونوا شجعان بمواجهة الحالة القائمة السيئة، ويبحثوا عن الخلل الذي هو بالتأكيد داخلهم علهم ينهضوا حقا. إذا يبقون هكذا في عملية رمي الحجارة في الظلماء وارجاع الأمور إلى ما كان قبل 2003 سيكون على حاجة تردي القائمة. أنا هنا ناصح وليس بالتأكيد ناقد، ولكن أنا أقول للسودان مباشرة حالة التردي الشعب العراقي أو الشباب العراقي. دكتور لا ضير من أن تكون ناقدا، أنت في حقبة ديمقراطية والرأي والرأي الآخر محترم، مو هيك؟ بالتأكيد وهذا اللي سأقول. أنا أقول للأخ السوداني أن حالة التردي القائمة للشباب هي نتيجة للعملية السياسية الخاطئة، نتيجة لغياب البرامج. أقول له كلمة صغيرة علّه يأخذ بها، وأنا واثق لن يأخذ بها. إذا ما طور الكهرباء ووفر الكهرباء للعراق سيعمل الزراعة بكل طاقتها، وستكسب الشباب الذين ذو خلفية زراعية، ستعمل المصانع بجميعها، ستكسب الشباب الذين له خبرات عملية، سينهض التجارة وتكسب الرجال الذين يعملون في التجارة. هذه الحقائق لإنقاذ العراق وليس تسطيح الأمور. هذه نقطة مهمة دكتور، أشكرك، جيد أوصلتنا لهذه النقطة دكتور رافع. الحقيقة السوداني تحدث برومانسية كبيرة عن الشباب في العراق، وأنه وكانوا متعاطف وياهم، وأنهم ظلموا، ويعني أحلامهم يعني قد ذهبت يعني هباء بسبب الحروب العبثية، وأنهم حجر الزاوية في بناء العراق والنهوض به،
وتحدث عن شبابية المجتمع العراقي 65%. مع ذلك بعد رغم كل هذه الإمكانيات وعشرين عام فشلت كل حكومات العملية السياسية في استثمار هذه الطاقة الحيوية الجبارة. لماذا هذا الفشل؟ ما هو هذا؟ لأنه أولاً يعني الدكتور قحطان قال إذا ما جاء بالكهرباء ستزدهر الزراعة. أنا أقول قبل الكهرباء وقبل الصناعة وقبل الزراعة يجب أن تكون هناك إرادة وطنية، إرادة حقيقية. هذا المؤتمر اسمه الحوار الوطني مع الشباب. إرادة ما موجودة، إرادة للبناء، إرادة لبناء بلد غير موجودة. عندما تكون هناك إرادة لبناء بلد سيكون هناك بلد مستقل، بلد مصان، سيادته موجودة، فبالتالي أهله يشعرون بالسعادة، بالاحترام لرايتهم، راية واحدة، يشعرون باحترام لإنجازاتهم ويعملون في كل الاتجاهات. نحن لا نملك في هذا البلد في العراق منذ عام 2003 لحد الآن لا نملك إرادة. هذه الحكومات لا تملك إرادتها، هي مملوكة للغير، هي تعبر عن مصالح الغير ولا تعبر عن مصالح العراقيين. لذلك حتى لو جاءت الكهرباء، لو جاء ما أعرف، لن تكون هناك، لن تقوم قائمة لا للصناعة ولا للزراعة ولا لأي شيء، لأنه الإرادة في بناء بلد غير موجودة. عندما تكون هناك إرادة سنبني صناعة وسنبني زراعة، سنمنع استيراد البضائع، سننتج بضائعنا بنفسنا، سنزرع أرضنا، سنوسع قطعة الأرض المزروعة، سنوسع الصناعة، نأتي بمصانع جديدة، نصدر، هذا كله يعتمد على قوى الشباب، وقوى الشباب ستوظف، نؤدي إلى إعادة هيكلة المؤسسات كلها، كل هؤلاء الموظفين السبع ملايين ثمان ملايين نوزعهم على المصانع والمعامل. هكذا هي الفكرة. أما أن تلوم الشباب وتحملهم المسؤولية وتحملهم، هو تحدث عن أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بالشباب لدفعهم للابتكار ومستثمرين، ومنها مبادرة ريادة وأثنى عليها. أولا حتى تدفع الشباب يجب أن توفر للشباب بيئة ومناخ مناسبين، وتوفر لهم تعليم جيد، وتوفر لهم تمرين أو تعليم جيد، يعني إعادة تشغيل مرة أخرى، تعليمهم تمرين وتدريب جيد. هذا التدريب غير موجود على كل الأصعدة، غير موجود. وأن دربتهم على شيء، ما الذي ستدربهم عليه؟ يعني هل ستدربهم على إدارة مصانع، إدارة مزارع؟ وإذا ما أداروا هذه المزارع والمصانع، إذا ما كانت موجودة، ماذا ستنتج؟ ولمن ستنتج؟ وكيف ستحمي منتجاتها؟ وكيف ستطرح منتجاتها للسوق؟ هذه كلها غير موجودة. فالشاب المصيبة في كل هذه، أنه هذه القوى التي تحكم العراق، هذه السلطات التي تحكم العراق، ترى أن عقلها، هي تعتقد أن عقلها أكبر من عقل الشعب. وهذه الطامة الكبرى، عقل الشعب أكبر من عقلكم بكثير، وعقل الشباب هؤلاء أكبر من عقلكم، ورؤيته أكبر من رؤيتكم، ومتقدمة عليكم بكثير، ويعرفون ماذا يفعلون. لذلك ثورتهم في تشرين كانت واضحة جدا، خطواتهم محسوبة، وضعيتهم غير شكل، وشعاراتهم غير شكل، فاجأت الجميع. المطلوب بعد يعني عام 2019 هذه الثورة، بعد شقد من ما سموه تغييرا من عام 2003 إلى 2019، وإذا بالشباب الصغير هذا يطلع يطالب بإسقاط كل شيء وإعادة بناء العراق مرة أخرى. نريد وطن، ماذا يعني نريد وطن؟ يعني الوطن مسلوب ونريد أن نستعيده من هؤلاء، من أيدي هؤلاء. إذن هو مقتنع بكل هذه، وحرق مقرات أحزابهم وطرد ميليشياتهم، هذه كلها نتيجة لهذا الكبت الكبير، لهذه المصادرة لأحلامهم، لحياتهم. وهو الشاب الآن ينظر إلى حاضرة بشكل سيء جدا، لأنه الحاضر ليس فيه ما يدل على أن هناك نقاط مضيئة، وليس لذلك المستقبل عنده مظلم. وهذا ما يدفعه دوما إلى المخدرات، إلى التيه، إلى الهروب إلى الخارج. الأنظمة السابقة يعني من تأسيس الدولة العراقية، دعني أقول هكذا، من عام 1921 لغاية 2003، ماذا تخرج في المجتمع؟ تخرج خيرة الأطباء، وخيرة المهندسين، وخيرة المعلمين، وخيرة الفنانين، وخيرة الشعراء. هذا كل جزء نتاج تعليم ونتاج اهتمام، بغض النظر عن شكل النظام، ملكي جمهوري لا نتحدث عن هذا، لكن هكذا كان الاهتمام. لم نعاني من طبقة شبابية كانت يعني ترتاد المقاهي ليل نهار، والمخدرات، وتتناول المخدرات، ومعرفون ويهربون. ايش قد كانوا عدد الذين يهاجرون من العراق
في السنوات السابقة لا يوجد، يعني معروفين معدودين على عدد الأصابع في كل منطقة في كل. الآن إيش قد عدد الذين غادروا العراق؟ أكثر من 10 ملايين. والذين يتطلعون لمغادرة العراق، ولو فتح المجال لكل الشباب لغادروا وتركوا العراق كلهم. هذه كارثة، هذه يجب أن يعرف السوداني ويعرف لماذا أوصلوا. فهم يحتاجون إلى إرادة وطنية، إلى إزاحة هذه العملية السياسية لكي يبني الشباب هذا الوطن. هذا واقع الحال. دكتور قحطان، ما هي خطورة أن تترك هذه الفئة الجبارة الطاقة الحيوية من الشباب، وهم 65% من تعداد المجتمع العراقي، فرائس للمخدرات، للبطالة، للإحباط، لليأس، للضياع، لا حاضر ولا مستقبل؟ خطورتها على البلد، خطورتها أيضا على المجتمع، ما هي الخطورة؟ أخي العزيز، إن قربنا المقاربة نقول السيارة فيها روح الدينامو، إذا الدينامو ما بيشتغل ما تشتغل السيارة. الشباب هو دينامو المجتمع، الشباب ليس مجرد جزء من المجتمع، بل هو الجزء الحيوي الذي يعتمد عليه في مستقبل المجتمع. إذا صلح هذا الجزء من المجتمع أو هذه البيئة من هذه المجموعة من المجتمع، صلح المجتمع حاضره ومستقبله. ولكن إذا لا قدر الله تدرب هذا الجزء المهم من المجتمع على المخدرات، على السلب، على النهب، على القتل، فقر على المجتمع السلام، ستكون المجتمع برمته عرضة للاقتتال البيني أو عرضة لإساءة كبيرة من قبل الجزء الأهم به وهو الشباب. إذن هذا الشباب إذا لم يعتنى به سوف يدمر المجتمع حاضرا ومستقبلا. المشكلة الكبرى الآن أن العملية السياسية، حتى ما يسمى هذه الأحزاب التي هي مسيطرة على الحكم، لم تعتني حتى بشبابها بالحجم الذي يعتنى به. دكتور، هناك الحقيقة من ربما يعني يقدم نظرة سوداوية، لا أدري كيف تسمى، يقول أن هذه الطبقة السياسية الحقيقة عدم اهتمامها بالشباب، تهميشهم، سحقهم، تخشى هذه القوة، خاصة أن هذه القوة تفكر بطريقة مناقضة رافضة لنمط تفكير القوى السياسية، لذلك تخشاها، لا تريد أن تعطيها فسحة من الراحة، من التطور، من الارتقاء. مضبوط، بل أذهب أكثر من ذلك، أريد عندما دخل الأنجلوساكسون والصهيوني العراق، أرادوا أن يطعنوا الأمة العربية والإسلامية في كبد قدرتها وهي العراق، ثم ذهبوا إلى المخدرات والبطالة ليطعنوا بالشباب. ولكن ما شاء الله شباب العراق أعطوا صورة عكس ما يتمنون. أتمنى أعداء العراق ظهر بثورة عملاقة في عام 19، وهي ثورة جبارة قادها الشباب وخطط لها الشباب ووجه البوصلة الشباب. إذن الشباب العراق هم الخصوم العراقي، يدركون أهمية الشاب العراقي. لذلك للأسف الشديد هذه العملية السياسية أساءت للشاب، كما قلنا قبل قليل، ليس للشاب العراقي الطبيعي بشكل عام، بل حتى للشاب ضمن صيورة أحزابهم ومكوناتهم، فراحوا يدمروا الشعب حتى داخل مجموعته. وذلك نرى الشاب العراقي في جنوب العراق هو من خرج على العملية السياسية ورموزها، وهو الذي أحرق مقرات الدبلوماسية لإيران وسواها وأطراف التي تسيء العراق. إذن هم أرادوا أن يصيبوا العراق بمقتل بشبابه، ولكن فضل الله واسع، لأن الله عز وجل كما قالت التاريخ والحقائق هو رمح الله في الأرض وهو جمجمة العرب. لذلك نحمد الله وشكره لدينا هكذا الشباب. إن أراد أن سوداني أو غيره أن يوجه الشباب الجاه السليم، نقول حياك الله بتوجه يشمل العراق كله، بإنقاذه، باستقلاله، بحريته، بإبعاده عن أي قوة خارجية، بمحاسبة فاسد، ولا يقتل الشاب، يقتل الشاب الذي خرج يقول أريد وطن، كما قال الشاب العراقي الذي قدم نفسه لهذا الهدف السامي. إذن نقول ونكرر، إن أرادوا أن يسيئوا للعراق وللعالم الإسلامي والعربي بالإساءة للعراق ولشبابه، ولكن وأمنا كبير بالشعب العراقي وشبابه، إذ خرج الشباب بثورة دون أن يكون هناك موجه سوى ارتباطهم بهذه الأرض، أصالتهم، دمهم العراقي الأصيل هو الذي يحرك الشباب. نعم،
الشباب هو الفيصل الأساسي في حاضر الأمة وفي مستقبلها. أشكرك دكتور. الحقيقة هناك من يقول في من الشباب والناشطين والمهتمين أن واقع الشباب في العراق الحقيقة لن تغير هذه الشعارات، هذه المؤتمرات، هذه الوعود، وتجربة 20 عاما يعني خير دليل. الشباب الحقيقة يجب أن يأخذ زمام المبادرة كما يقول ناشطون والشباب، التغيير بأيديهم لن يأتي من أي قوى سياسية موجودة في الحكم. نعم قادرون على تغيير واقعهم الشباب. هذا جدا صحيح. نعم. هذا يعني التشخيص الصحيح. الشباب هم الموجة الأقوى التي تضرب كل هذا الخراب اللي موجود بالعراق وكل الكارثة والزيحة. هذا واقع الحال. لذلك ثورة تشرين كانت نموذج حي لهذا الذي أشرت إليه. الشباب الذين قاموا بها وهم شكلوا هذه الموجة التي أحيت الأمل في إمكانية استرداد العراق. هذا واقع الحال، لأن العراق في هذه الظروف بقاء بهذا الشكل، هؤلاء الوعود والخطط الوهمية والتعاطف واللغة والمبادرات هذه كلها لا تنفع شيء حقيقة. هم يدركون، لأنه بالتالي أنت أمام إطار كامل تتحرك به، إطار سياسي كامل لحكومات، لسلطات، لرؤى، لبرنامج عمل كامل يجب أن يتناسب مع قدرات الشباب، ويجب أن يقوم به الشباب، ويجب أن يجدوا فيه مساحة واسعة للتحرك وحرية في التحرك. هذه غير موجودة. من يستطيع أن يخلق هذه أو يصنع هذه المساحة هو إرادة الشباب، قدرتهم. الآن اللي موجود لا يتناسب أبداً مع قدرات الشباب العراقي، ولا يمكن أن يناسبهم لا اليوم ولا غداً. لذلك يجب تغييره، والشباب هم الموجة الأكبر الحقيقة التي تستطيع أن تؤسس لكل ذلك. دكتور قحطان، كلمة أخيرة، وأنت أستاذ جامعي، للشباب الذي يخطط للتغيير، تغيير واقع طبعاً نحو الأفضل، ما هو المطلوب من عنده ليحدث تغييرا وطنيا إيجابيا يرتقي بواقعه وبواقع مجتمعه وبلده في النهاية؟ أهم شيء عند الشباب وضروري جدا لكي يكون مؤثرا فعالا وحدة الصف، أن يكون الشباب جميعا صفا واحدا، وأن تكون المبادئ الأساسية هي الجامعة الموجهة لهم، والتغيير من أجل الصالح العام والأجل النهاض بالعراق هو السبيل الأنجع. وحذاري من الشباب العراق الانخراط في العملية السياسية أو الذهاب إلى هذا الفصيل السياسي أو ذاك بأي حجة كانت، سواء للتغيير أو للتعجيل أو سواء، لأنهم لم يريدوا إلا أن يجروا هؤلاء الشباب إلى منزلق العملية السياسية. إذن وحدة صف الشباب، ثبات الشباب على المبادئ العراقية العربية العراقية الأساسية، هي السبيل الوحيد لأن يكون الشعب العراقي فعال بشبابه الواعي الذي يذهب باتجاه انقاذ العراق. شكرا جزيلا لضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، ناقشت واقع الشباب العراقي والتحديات والصعاب التي تعترض هذه الفئة في الحاضر والمستقبل. لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأشكر أيضا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية وكان معنا عبر سكايب، كما أشكر ضيفنا الذي كان معنا من بغداد عبد الستار ناجي، وهو شاب عراقي ويحمل ماجستير في العلاقات الدولية. أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.